تفضلوا ان شاء الله نشوفوا شقه جد رائعه بمعنى جد رائعه من غاندي بوسيجور. يا فتاح يا رزاق تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. انا مولاي كل شيء ويربول. لا لا شوف لي بورت يو اس بي نعم سيدي والهانز كروي الثمن ديال هاد الروبينه بوحدو 2000 درهم الاخوان. لا لا الدار واعره تبارك الله 120 ايطره 9000 درهم الاخوان الثمن. تعاد شوفوا تيكا كنتواجدوا الاخوان كما قلت لكم في غاندي بوسيجور كيلومتر على القطب المالي انفا بارك اريانا مول. شقه فيها 84 متر دار فريمون واعره وباغي تباع بدون اتاج كيمشي مع الالكترو ميناجي. شو تبارك الله رحمهم سانيتاغ الاخوان كنهضروا على هانز كروي البارد السخون في الحمام كامل. انا مولاي الماغ كرار تحيرها الشغلة وتا اينما كنتم وارتحلتم. اوه عندك مولاي صباغة ديال بلاتينيا وعندك المكيف لي سبوت لي ليد لي بورت اي بي تي في هنايا كتحكم بالإضاءة سواء تزيد فيها سواء تقص فيها وكتحكم بها حتى عبر سواء عبر التليكومون سواء عبر الهاتف يعني فيها الدوموتيك فوالا. أو معايا حتى لاخر وغنوريكم هاد غرفة النوم جد رائعة. أنا مولاي الحمام يا سلام يعطيك الصحة صاحب الشقة يعني واخا خاوي من الفراش مي راك جبان فريمون واعرة. غرفة النوم الأولى نوريكم من بعد غرفة النوم الرئيسية أو السويت بارونتال حتى هي عندك مكيف وعندك لي بلاكار وتبارك الله الشمسة مشمشة مزيان ما عندك الفيزابي فوالا. وهنايا السويت بارونتال فوالا راه كاين الاخوان الالاد الدار ضاوية مزيان ما الضو كيرجع في التليفون. تاهي عندك مكيف هنايا عندك لي بورت يو بي تي في وعندك لي بورت يو اس بي فوالا. شوف مولاي السويت كيفاش داير يا سلام ادار اللهم زيد وبارك الاخوان فوالا. هنايا الدريسين كيشعل بوحدو انستونطاني وهنايا عندك فتبارك الله ثلاث الحمام واو في 84 متر في هاد الصالة فريمون واعرة فوالا. كما قلت لكم البارد والسخون كاين في الدار كاملة باش تكون عند الاخوان فكرة الثمن هنا تقريبا بين 20 حتى 22 ألف درهم. شنو هي الهوتة؟ الهوتة هي كعندك الثمن ناقص على السوق ياك. الدار فيها 84 متر إلا درنا سيدي غير 20 ألف درهم متر شحال جابت؟ 168 مليون سنتيم. أنا عندك الدار غير 150 مليون سنتيم وبهاد الفينيسيون الزايدة وبالكويزين كيبي ديالها وعندك بلاصتك في الكراج تيتري وبلاصه اوفير نون تيتري يعني السيد عنده جوج بلايص في الكراج. هذا هو المعنى الحقيقي ديال الهوته ماشي هوتي عندك الدار ب 40 مليون ولا 50 مليون هوتي عندك الثمن ناقص على السوق. يا رب يجيب لكم التيسير يا رب يسهل على اي واحد كيتفرج فينا بيان سور اللي ما شريت تنزه اللي ما شريت دي افكار
باليسر والتيسير. أعانكم الله وأحبكم في الله. معكم